وهيكون في كمان فقره اخرى وهي فقره طبله الست. والحقيقه احنا لسه بقى يعني لسه مستنيين فعاليات كتير جدا طول فتره المهرجان. خلصنا حفلتين كبار جدا، حفله الفنان الكبير كاظم الساهر وحفله الفنانه ماجده رومي، وبنتحضر من دلوقتي لحفله الفنان تامر حسني اللي هتكون يوم 26/7 اللي هي الويكند اللي جاي او نهايه الاسبوع الجاي. والحقيقه عندنا يعني عندنا علامات بقى ايه استفهام، عايزين نعرف ايه اللي هيحصل ويكند جاي، ايه المفاجآت اللي هتكون موجودة على المسرح، ايه اللي هيقدمه الفنان تامر حسني، شكل المسرح هيكون عامل ازاي. الحفلة اللي فاتت يمكن في النسخة اللي فاتت كان هو اللي اقام حفل الافتتاح وشفنا مفاجآت كتير جدا كانت موجودة على المسرح، تامر حسني نزل طاير، فاحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بقى السنة دي. فعلى اي حال احنا بنتابع معاكم لحظة بلحظة، وزي ما سمعنا دلوقتي من استاذ فؤاد يمكن هو كشف لنا عن مفاجأة حفله النهاردة، انا هتابع معاكم في كشف المفاجآت يا ليلى طول فترة المهرجان. استمتعي بالمزيكا يا جمانة، وأكيد هنرجع لك على مدار الحلقة علشان نشوف باقي الحاجات اللي أنت مجهزها النهاردة. شكراً ليكي.